حرام عليك. وقد قام كابتن الفريق فاروق جعفر بإهداء كأس أفريقيا للسيد الرئيس، وقد أثنى الرئيس على المستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، وقال إن ارتفاع مستوى أداء الفرق المصرية وإحرازها البطولات الدولية يعتبر نصرا للمصريين. وطلب السيد الرئيس من الفرق المصرية التي تشارك في البطولات والمباريات الدولية الاستمرار في المحافظة على مستوى اللياقة البدنية للاعبين من خلال التمرين المستمر والمتواصل. وكان فريق نادي الزمالك قد عاد إلى القاهرة الليلة الماضية حاملا معه كأس أفريقيا لأبطال الدوري بعد الانتصار الكبير الذي حققه على فريق شوتينج ستارز النيجيري في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الزمالك بهدف للا شيء. وقد استقبلت جماهير الكرة أعضاء الفريق استقبالا حافلا. الكلمة اللي يقولها فاروق جعفر بعد هذه الخبرة الطويلة في هذه اللحظة. ما اقدرش اقول اكتر ان اي واحد فينا من 11 لعيب او من 20 لعيب اللي كانوا موجودين في نيجيريا، طبعا احنا كلنا سعداء ان احنا عملنا حاجه لمصر تشرف اسم مصر تشرف سمعه مصر وترجع مصر تاني تبقى على قمه الكره الافريقيه. وانا برضك عايز اقول حاجه على قمة ان انا بهدي الكاس ده اللعيبه كلها والجهاز بالنيابه عنهم، انا بهدي الكاس ده للسيد رئيس الجمهوريه. طبعا وجود سيادته في المباريات وتشجيعه للرياضه يمكن ده العامل الاساسي اللي بيخلي دايما الروح المعنويه بتاعت اللعيبه مرتفعه، وخصوصا لو اللعيبه او الرياضي بيحس ان المسؤول الاول عن البلد بيهتم بلعبته وبرياضته المحبوبه، فيمكن دي من الحاجات اللي بتخلي اللعيب دايما كل فكره ان هو يخرج من ارض مطار القاهرة حيث الجميع يستقبلون ابطال مصر رجال مصر اللي شرفوا مصر في افريقيا وعدونا النهاردة بكأس افريقيا لاندية ابطال الدوري. رجال نادي الزمالك الحقيقة اللي شرفوا كل مصري، 46 مليون مصري شرفوهم رجال الزمالك وعيدين النهاردة، والكل بيستقبلهم زي ما انتوا شايفين بالفرحة وبالانتصار الكبير اللي حققوه في افريقيا وحصولهم وعودتهم بكأس افريقيا. زي ما شايفين دلوقتي على سلم الطائرة وبدأ بالفعل ينزل ابطال مصر رجال مصر، وبدا زي ما شايفين بعض الصحفيين المرافقين للبعثه بينزلوا وهيبدا دلوقتي ظهور الابطال الرجال اللي حققوا النصر الكبير على المستوى الافريقي بطوله افريقيا. زي ما شايفين الاخ حمدي النحاس والاخ محي فكري وكل الصحفيين بينزلوا في الاول، والكل هنا لو شفتوا المطار القاهرة النهاردة هتجدوا ان خارج المطار لا يقل عن 100,000 متفرج و 100,000 مشاهد من نجوم ورجال مصر اللي بيشجعوا الرياضة المصرية، وكلهم متواجدين النهاردة عشان يستقبلوا ابطال مصر رجال نادي الزمالك اللي وصلوا بحمد الله الى ارض المطار على الطيران المصرية. والحقيقة الكل كان في خدمة هؤلاء الابطال في الرجوع زي ما شفنا مصر طيران او شركتنا الوطنية غيرت خط سيرها وعادت بالابطال من ليجوس دايركت مباشرة الى مطار القاهرة حتى لا يعانوا الكثير من متاعب السفر، لان هم بالفعل يستحقوا هذا التكريم. وزي قبل كده ما استحق هذا التكريم النادي الاهلي لما فاز لنا سنة 82 بكأس بطولة افريقيا للاندية الابطال، النهاردة رجال الزمالك ايضا
بيحققوا لنا هذا الفوز. ويمكن النادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي استطاع في المباراتين الكبار اللي هي في هنا في القاهره مع شوتينج ستار انه يفوز عليه 2-0، وايضا في ليجوس في عقر دار شوتينج ستار يفوز 1-0، واصبح النادي الوحيد اللي بيفوز بالمباراتين النهائيتين. وظهر الابطال الحقيقه وفي مقدمتهم الاستاذ حسن عامر رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، وابطال كلهم الحقيقه واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وابو رجيله المدرب المصري اللي اثبت وجوده بالفعل في هذا البطوله الكبيره، ووراء الحقيقه احمد رفعت وكل الابطال الحقيقه اللي شرفونا النهارده راجعين. قد ايه المشاعر بتاعت الشعب المصري النهارده وهم بيستقبلوا ابطال مصر. وزي ما سمعين هم 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 ابطال افريقيا هم. وقبل كده هنينا الاسماعيلي، وقبليه هنينا المقاولين كابطال افريقيا، وقبليه وبعدين هنينا النادي الاهلي، والنهارده بنهني ابطال الزمالك اللي شرفوا كل مصري الحقيقه في هذا المجال الرياضي الكبير. وبان دلوقتي كاس افريقيا، كاس افريقيا مع الدكتور عبد الاحد، وموجود الاستاذ المهندس محمد حسن حلمي الحقيقه رئيس مجلس اداره السابق، ومعاهم الاستاذ عبد الرحيم الغور ممثل عام مجلس الشعب، والاستاذ سعيد حشمت، والكابتن الكبير احمد رفعت مدير الكره بالنادي الحقيقه. والشرف الكبير وصل هنا الى التلفزيون العربي عشان يتكلم كلمه لجماهير الشعب العربي الموجود. اتفضل يا كابتن احمد. انا طبعا فرحه مش يعاني بالاستقبالات اللي احنا استقبلناها في مطار القاهره، واحنا الحمد لله خدنا الكاس ده بفضل الجماهير المصريه الكبيره اللي جت وساعدت وشجعت لعيبه نادي الزمالك في المباريات اللي فاتت، ودي حاجه مش كبيره على رجال مصر وابطال مصر دايما في شدائد. وانا بعد الكاس ده كله لابطال مصر وجماهير مصر والرئيس حسني مبارك، راعي الابطال وراعي الرياضيين كلهم. شكرا يا احمد. هناك الظروف كانت ايه؟ يعني برضو الساده المشاهدين يهمهم يعرفوا ظروف المباراه هناك كانت ايه؟ الحقيقه المباراه كانت ظروفها صعبه جدا، الجو كان حر قوي 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 والرطوبه عاليه، والجماهير كانت 100,000 متفرج كانوا كلهم بيزقروا زئير اللي بيشجعوا فرقتهم، وكان الموقف صعب عليهم، لكن ابطال نادي الزمالك اثبتوا وجودهم وحقيقتهم في بطوله الكاس. شكرا يا كابتن احمد، والف الف مبروك. الله يبارك فيك. فاول طويل متحدي
يلا ان شاء الله الجول الثالث وصلاح رائع اهو ان شاء الله. سليمه عامل ماتش كبير، كلهم عاملين ماتش كبير ان شاء الله النهارده الحمد لله. جمال عبد الحميد داخل، جمال حلوة جول جميل جمال عبد الحميد الجول الثالث 3-0 الدقيقة الخامسة هنشوفها تاني اهو داخل جمال. يا حلاوة يا ولد يا لعيب قوي. ابراهيم يوسف توقيفه حلوه ولما وماشي ابراهيم وباله الكوارش ولعب للكوارش والكوارش عايز يفوت من اثنين ويفوت فعلا وماشي ونصر بيشغل وبيشوط اول ملتقينا بين الابطال هو البطل الكبير جمال عبد الحميد اللي هو حقق الانتصار هنا في القاهره. ولا يا جمال؟ الحمد لله. الحمد لله. انا عايز تقول لي شعورك ايه لما خدت الكاس وكاس افريقيا اول مره الزمالك ياخد؟ بصراحه هو يعني شعور لا يوصف، كنا سعداء جدا احنا خدناه بمكسب وبنتيجه كويسه مشرفه لمصر، وان احنا نكسب بره ارضنا اول نادي يكسب المباراتين الحمد لله. يعني هناك كان ايه الظروف هناك في كنا عايشين في رعب بصراحه. اول الارض وحشه جدا الجمهور عملنا وحش قوي لغايه الماتش الجمهور عملنا فيه كويس، زائد ان احنا كنا مصممين ان احنا نرجع بالكاس عشان المصريين يعني الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن جمال عبد الله. جمال ادينا فكره عن شعورك لما راجع دلوقتي ارض مصر ارض بلدك بالكاس. الحمد لله احنا حققنا كل امل مصر، حققنا جمهور نادي امل جمهور نادي الزمالك ورجعنا بالكاس من نيجيريا كانت تامل انها تفوز بيه. الحمد لله كسبنا المباراه هنا واكدنا فوزنا بالكاس عن جداره وكسبنا هناك 1-0 والحمد لله حققنا امل مصر كلها عقبال النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن مجد طلبه. ايوه كابتن مجد. والله يعني انا فرحان جدا طبعا المنظر اللي انا شايفه دوت. وبعدين بقى ده في 100,000 برضه لسه طبعا كانوا متوقعينه واحنا عملنا كل مجهودنا عشان الناس دي كلها الحمد لله. كابتن مصر ابراهيم. كابتن الحمد لله ان وصلنا لمصر بالكاس اللي احنا بنهديه لجماهير مصر كلها وسياده الرئيس محمد حسني مبارك، ونتمنى الانتصارات دائما لمصر ولشباب مصر باذن الله. يا المهندس حسن عامر رئيس البعثه ورئيس مجلس اداره نادي الزمالك اهلا بيكم. مبروك على مصر، يعني النصر اللي حققوه ابناء مصر حققوه لايمانهم ببلدهم ولرفع سمعه مصر عاليا في الخارج ولرفع سمعه الكره المصريه بإيمان وإصرار وتصميم وعزم الأبطال أمكنهم أن يحققوا هذا الانتصار ويسجلوا في تاريخ الكرة المصرية المجد والحصول على بطولة كأس الأمم الإفريقية. بنهدي هذا الانتصار لجماهير مصر وجماهير نادي الزمالك
وشعب مصر وعلى راسهم السيد الرئيس حسني مبارك. ويا ريت ناخد كاس بطوله الامم الافريقيه على جنب كاس بطوله انديه افريقيا باذن الله. ده بشرى ان احنا ناخد كاس ان شاء الله هيتحقق ان شاء الله. فمبروك على مصر كلها وان شاء الله الى مزيد من الانتصارات في المستقبل باذن الله. والف الف مبروك وشعب مصر كله مستنيكم بره اكثر من 100,000. الله يبارك فيك مبروك عليك. الكابتن صباحي الحقيقه نجم من نجوم نادي الزمالك القدامى. وارجو الكاميرا بس كابتن صباحي شعورك ايه لما كنت مع البعثة؟ والله انا شعوري فرحه لا تقدر. وعاد انت شايف الشعور بالنسبه للجماهير اللي بتقابل الناس بالشكل كده. الانتصار العظيم دهوت اللي حققته مصر عن طريق شكرا الجماهير. الكابتن شهيد عضو مجلس الاداره وعضو البعثه الحقيقه. والكابتن شهيد زي ما انتم عارفينه كان حارس مرمى مصر الدولي وحارس مرمى نادي الزمالك المستشار عبد الحميد شهيد. اقول مبروك لمصر ورجاله نادي الزمالك طول عمرهم بيشرفوا بلدهم وبيعدوا اهل مصر للشعب العظيم اللي هو كان السبب الرئيسي في مواصلة هذه الانتصارات والوصول الى هذه البطولة التي نعتز بها ونهديها لشعب مصر وللزمالك ولكل الجمهور العظيم المصري والرئيس العظيم محمد حسني مبارك. شكرا شهيد. الكابتن حمادة وبرضو الحقيقة التشجيع الكبير للكابتن حمادة والكابتن جورج زعد كبير مشجعي نادي الزمالك. ايه شعوركم دلوقتي لما وانتوا عايدين حاملين الكاس كاس افريقيا للانديه ابطال الدوري؟ بعتقد مشوار كان بحالها تعب وسفر ومجهود. انا بعتقد ان رجال نادي الزمالك في ليجوس قدموا مباراه كبيره جدا رغم الظروف الصعبه وده يثبت ان الكره المصريه الحمد لله مرسله في نادي الزمالك انها بخير. وان شاء الله كل تمنيات النادي الاهلي ان شاء الله عشان هم الاثنين يحققوا البطولتين ونثبت ان الكره المصريه احسن كره في افريقيا. الحمد لله بقدم لكم احسن لاعب في افريقيا كابتن ابراهيم يوسف. قدرنا ان احنا نحصل على بطوله افريقيا وفي الحقيقه انا بهدي النصر ده للرئيس حسني مبارك وشعب مصر صاحب الفضل الاول في احرازنا بطوله افريقيا وان شاء الله دايما الانتصارات عشان نعيد لمصر مكانتها واللي تستحقها فعلا. ان شاء الله اتمنى للنادي الاهلي ان هو يفوز برضه ويحقق امل المصريين ان احنا نتربع على الكره الافريقيه وده شاننا وحاجه مش قليل على مصر. كابتن ابراهيم يمكن كل الشعب المصري شاف المباراه اللي اتلعبت في ليجوس. العبء كله كان على الخط الدفاع. هو الحمد لله طبعا انا كنت متوقع كده والحقيقه احنا نفذنا كلام كابتن برجيله وكابتن احمد رفعت لان عارفين ان فريق شوتنج ستار من الفرق القويه جدا اللي احنا لعبناها والحمد لله قدرنا ننفذ الخطه بنسبه 100% زائد توفيق الله سبحانه وتعالى قدر ان احنا نحقق النتيجه الكبيره دي لبلدنا وجمهورنا الوفي. وفي النهايه مبروك مبروك لك اولا الانتصار ومبروك لك احسن لاعب في افريقيا. اهي خد بالك اهو شوف هنرجع اهو شفت هنرجع جوه ليا للجول بتاع عبد الحميد هو الجول. في طلبة قدام تتصد وترجع ياخدها ايمن يونس هاتوا خد وهوب العب بره هوبا كل في
سيدات ساداتي مع البطل ومدرب الابطال والمدرب المصري اللي ثبت وجوده بالفعل في بطولات افريقيا الكابتن الكبير ابو رجيله. كابتن ابو رجيله انا عايز اعرف شعورك ايه دلوقتي وانت بترجع بكاس افريقيا؟ لغايه دلوقتي مش مصدق ان انا في مصر، لان شعب مصر العظيم اثبت في كل لحظات بانه فعلا شعب مصر عظيم. اللي عمله فريق نادي الزمالك في نيجيريا عمل ما اتعملش من زمان. الحمد لله رب العالمين ان فريق نادي الزمالك قدم مباراه وسط 100,000 متفرج كلهم بيشجعوا فريق النيجيري بطريقه يعني ملفتة الشكل. يعني من يوم ما نزلنا المطار حتى ساعة المباراة وهم بيقولوا لنا نيجيريا فور، لان ما فيش فريق هزمهم هناك. الهاف تايم الثاني بدا الشعب النيجيري كله يبقى مع نادي الزمالك، حتى سمعوا المصريين اللي بيقولوا تيت تيت زمالك بداوا كمان هم يقولوا نادي الزمالك. دي مش كتير على شعب مصر، لان شعب مصر دوت اللي عبر في اكتوبر، نادي الزمالك عبر في ديسمبر وكسبنا بطولة افريقيا، وان شاء الله النادي الاهلي يحقق ومنتخب مصر هيحقق في ظل رعاية الرئيس الجمهوري محمد حسني مبارك وفي ظل وزير الشباب عبد الاحد هل تتوقع لابراهيم يوسف انه يكون احسن لاعب في افريقيا بعد هذه المباراه؟ اذا كانت القرعه هتطلع واحد بس، مفروض انها تطلع عادل المأمور احسن لاعب، وتطلع ابراهيم يوسف احسن لاعب، ومحمد صلاح احسن لاعب. فهؤلاء ابطال افريقيا فعلا واحسن ثلاث مراكز موجودين حتى الان. فانا ارجو من اللي بيعملوا المسابقه انهم ما يدوش واحد بس، لازم يدوا اكثر من لاعب، ونادي الزمالك جدير باللاعبين. ما ننساش ابدا ان نادي الزمالك يمكن هو النادي الوحيد اللي في قاره افريقيا انه يستطاع انه يفوز في المباراتين النهائيتين، سواء هنا او في ليك. انا هقول لك حاجه وهي يمكن تكون السبب. انا بشكر اتحاد كره القدم المصري اللي اتاح الفرصه للاعداد الجيد لهذه المباراه، وبشكر فعلا نادي بشكر الانديه اللي ساهمت في انها يعني تسامح في تاجيل المباريات، لان مع الاتحاد والانديه ادت مساحه كبيره لنادي الزمالك انه يقدر يستعد الاستعداد الجيد. وفعلا لما الفريق المصري يستعد استعداد جيد 100% تاخد منه حاجه كويسه. ما في شك ان الشعب كله سواء ال 100,000 اللي موجودين بره او الحوالي 50,000 اللي دخلوا جوه المطار واقفين كلهم عشان يستقبلوا ابطال مصر، ده الشعب. لكن الدوله، يا ريت الدكتور عبد الاحد جمال الدين يقول لنا شعور الدوله ايه بعد ما فاز الزمالك بالبطوله. اولا ما فيش فرق بين الدوله والشعب طبعا، لان الدوله بتعبر عن ضمير الشعب. وفي الحقيقة ان الشعب المصري كله فرح بهذا النصر العظيم الذي حققه ابناؤنا من ابطال نادي الزمالك، وفخور بما حققه هؤلاء الابطال من نصر مبين. وانا شخصيا فخور بهذا النصر، وكنت اتوقع هذا الفوز الكبير بعد الشوط الكبير الذي حققه نادي الزمالك بالنسبه لهذه البطوله بالذات، والانتصارات العظيمه والجيده والمباريات الممتعه التي قدمها ابناء نادي الزمالك في هذه المباريات التي سبقت هذه يعني المباراه النهائيه. وفي المباراه النهائيه بالذات والتي تمت في القاهره قبل ابطالنا من ابناء نادي الزمالك بلاء حسنا في جو عاصف ممطر لم يحدث له نظير في تاريخ الكره المصريه، فانا بعنيهم باسم مصر كلها وباسم الحكومه المصريه الشعب المصري كله، وقبل ذلك كله بعنيهم باسم الرئيس محمد حسني مبارك الذي تشجيعي المستمر للرياضه المصريه وبما قدمه من لفتات طيبه للرياضه المصريه، فهو دائما كان معنا. والبرقيه التي ارسلها لنادي الزمالك يعبر فيها عن فخري بهذا الفوز وفخري بهذا الاداء المتميز لابنائنا ابطال الزمالك، يدل على انه مع فريق الزمالك ومع ابطال مصر الذين حققوا
يفتحوا هذا النصر الكبير باسم مصر العظيمه وباسم الشباب المصري، وبرهنوا ان الشباب المصري قادر بالفعل على تخطي كل العقبات وتحقيق انتصارات عديده ورفع رايات مصر الخفاقه في كل مكان. باسم مصر وباسم الشعب المصري وباسم الشباب المصري اقدم لهؤلاء الابطال هنيئه قلبيه وهنيئه من صليب قلبي على الاداء الرجولي المتميز الذي ادوه سواء هنا او هناك. ومن هنا كان اكتاف هذه الفرحه العارمه التي تختلج بها افئده المصريين في كل مكان، كل الاسر المصريه النهارده معانا، كل الناس معانا. فانا بأني وفخور وبأني المهندس حسن عامر على اسم نادي الزمالك على هذا الاداء، وأني الاداريين الاخ احمد رفعت وأني الكابتن فاروق جعفر والاخ عادل مأمور وكل اللاعبين فردا، كل الجهاز الفني وفاروق سيد وكل اللاعبين فردا فردا وكل الجهاز الاداري فردا فردا وكل من اسهم بجهد في سبيل تحقيق هذا الامل الكبير. واتمنى بعون الله تعالى ان تظل انتصارات نادي الزمالك وان نفرح قريبا جدا بانتصار النادي الاهلي وهذه الجماهير العظيمه التي اتت من كل مكان والتي تنتظر عوده هؤلاء الابطال وهذه البعثه المشرفه التي اتت الينا بهذا النصر العظيم. هذه الجماهير كلها معكم وكلها تحييكم وتمنياتي لكم. زي ما قلت ان الشعب ممثل والسلطه التنفيذيه ممثله، الشرطه التشريعيه ايضا ممثله النهارده في استقبال الحقيقه النادي الزمالك وابطال مصر ابطال نادي الزمالك. استاذ عبد الرحيم الغول رئيس لجنه الرياضه والشباب بمجلس الشعب برضه بيدينا فكره عن شعور مجلس الشعب باسم جماهير الشعب المصري كله. انا احيي نادي الزمالك وابطاله بدءا من فاروق جعفر وعادل المأمور الى كل القيادات وعلى راسهم برضه البطل حسن عامر رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. واتمنى للرياضه في مصر ان تزدهر بمثل هؤلاء الابطال، حيث ان الرياضه اصبحت في هذه الفتره يعني تخدم اهداف سياسيه، وبالتالي تعتبر مصر بهذا النصر العظيم حققت انتصارات كبيره جدا على مستوى افريقيا. وانا اعتقد ان دول كانوا سفراء ناجحين لمصر، وانا برضو بالنيابه عن الشعب المصري كله بأودي هذا النجاح للزعيم القائد محمد حسني مبارك. واتمنى باذن الله للنادي الاهلي انه ممكن برضو ياتي بالكاس الثاني حتى تكون فرحه مصر كلها فرحه طيبه ومشرفه في ظل هذه القياده الرشيده وفي ظل هذا العمل الطيب العظيم لصالح مصر. وباسم لجنه الشباب في مجلس الشعب وباسم الشعب المصري كله وباسم البرلمان كله بأهنئ نادي الزمالك بهذا الانتصار العظيم. الحقيقه ما في شك ان جمهور الكره كله سواء اهلاوي او زملكاوي او في اي نادي من الانديه شجع نادي الزمالك وواقف وراه، لكن الجمهور الاصلي وهو جمهور نادي الزمالك كبير والنهارده بيمثله الحقيقه كابتن جورج سعد اللي هيدينا النهارده شعور الجمهور الكبير في فوز بكاس افريقيا لانديه الابطال الدوري. والله اللي احنا شايفينه ده دلوقتي بالجماهير كلها بتاعت الزمالك وجماهير مصر اللي جايه تستقبل هذا الفريق البطل الفريق المنتصر، الجماهير دي كانت وراء هذا الفريق في جميع مبارياته الصعبه وفي جميع تمارينه، ويشكر هذا الجمهور ويقدم تضحياته لان الفريق كان على مستوى القوه لاعبين وجهاز كره واداره في النادي، وربنا يوفقهم ان شاء الله كل سنه باذن الله. محمد فهيم ريان رئيس مجلس اداره الشركه. لمصر والزمالك ولمصر الطيران طبعا، لان احنا بنعتبر نفسينا ابطال النصر. احنا بنسمي زي ما قالوا علينا ان احنا نصر للطيران، احنا مصر نصر للطيران باذن الله. ونرجو ان خدماتكم تتوالى مع الزمالك ومع الاهلي ومع كل الانديه ومع كل بعثه مصريه باذن الله خارجه خارج مصر عشان تمثل مصر في الخارج ان شاء الله، مع كل رياضي بيرفع راس مصر عاليا ومع كل مصر بيرفع راس مصر عاليا. شكرا. بنلعبها لجمال عبد الحميد، نصر ابراهيم، فاروق جعفر، عادل عبد الواحد، والزحلق توزين نمره 13 الباك الشمال، وترجع تاني لعادل عبد الواحد. لعبه حلوه نصر ابراهيم، تعدي ولعبها بلانكا.
بيجيب الجون الاول للزمالك وبيقضي الملعب كله. جون الاول للزمالك في الدقيقة 14 من الشوط الثاني. ثلاث اربع نقلات كورشي لفاروق جعفر لعادل عبد الواحد اللي يرفع اوفر حلو قوي من ناحيه اليمين ويطلع له جمال عبد الحميد ويحط الكوره الهدف الاول للزمالك. محمد صلاح ايمن يونس ماشي من ناحيه ايمن يونس والزق وكره تيجي ضربه جزاء ضربه جزاء للزمالك. الكوره اللي بعد الطرح فيها ايمن يونس من ناحيه اليمين والزق جوه منطقه الجزاء وده ملعب حميد. جون جون الجون الثاني للزمالك جمال عبد الحميد حلوه حاططها ببطن رجله جامده على شمال كينج ليجيب الجون الزمالك الثاني للزمالك والثاني ليه. 26 دقيقه من الشوط الثاني واصبحت النتيجه تقدم الزمالك بهدفين للا شيء لشوتنج ستارز. جاب الجون الاولاني جمال عبد الحميد في الدقيقة 14 والجون الثاني جابه من ضربة الجزاء في الدقيقة 26 مع نجم المباراة الأخيرة مع الكابتن عادل مقبور حارس مرمى مصر ونادي الزمالك واللي شافه كل الشعب المصري يوم السبت بينقذ مرمى نادي الزمالك من الكثير بل الكثير جدا من الأهداف. كابتن عادل شعورك ايه بعد ما فزت بكأس بطولة افريقيا للأندية ابطال الدوري؟ شعوري كنت اسعد انسان في الدنيا اني لاول مرة وانا بشارك في نادي الزمالك من مدة طويلة ان احصل على في اول في تاريخ نادي الزمالك على كأس افريقيا. فرحان جدا ان انا بعد التعب ده كله وتعب جمهور مصر في ما نسويش المباراه بتاعت شوتنج ستارز الاولانيه في عز المطر نازل سيل علينا وعليهم كانوا قاعدين بيشجعوا نادي الزمالك. ده ثمره كفاحنا وثمره تعبنا وتعب جمهور نادي مصر كله معانا فبنهديه لكاس افريقيا اللي هو اول مره نادي الزمالك بيحصل عليه. مفيش شك ان انت كنت نجم من نجوم المباراه بل يمكن النجم الاوحد انت وخط الدفاع في المباراه الاخيره اللي اقيمت في ليجوس. ده كله بفضل الله طبعا. البلنتي سببه ايه؟ هو الحكم بعد احرازنا للهدف حس ان هو في موقف حرج ان في وسط 90,000 متفرج من نيجيريا في ملعبهم واحنا هنكسبهم فقال ان لو حب يجاملهم فاثناء المجامله في كوره جت طبت لمسه يد غصب عن هشام يكن غير مقصوده خالص يعني ما تحسبش نهائي يعني فاحنا سفر بلانتي فاحنا فوجئنا طب ازاي يعني بلانتي فما اعترضناش ان احنا كسبانين يعني في وقت ان احنا نكمل بيت المباراه وبتاع. بعد ما سدد ضربه الجزاء انا ما اتحركتش نهائيا يعني حتى انا ورحت له بعد ما بيعيد الضربه ثاني طب ازاي؟ قال انت اتحركت فلازم تعيد الضربه ثاني. فالحمد لله طبعا ربنا فوق كل شيء لان ربنا على الظالم زي ما احنا عارفين. يمكن دي بالذات اعاده عشان ظهورك ربنا كبير طبعا. الحمد لله. طب هل انت توقعت ان هو هيلعب الكره بتاعت اليمين؟ طبعا انا بقالي مده طويله بلعب لمنتخب مصر نادي الزمالك ودي خبره طبعا الحمد لله ربنا وفقني ان انا قدرت اسد ضربه الجزاء في المباراه. محمد صلاح برضو ايضا من خط الدفاع اللي هو اخذ كوره او يمكن خرج كوره ما تخرجش ابدا كان عادل مقبول بره كنت انت بره عادل؟ طبعا. فمحمد صلاح بجسمه كله قدر ادينا فكره عن الكوره دي يا محمد. يعني انا بقول الحمد لله طبعا التوفيق اول حاجه من عند ربنا. الحمد لله. ثانيا يعني كلنا تحملنا النتيجه وكنا انا خرجت هدف من المرمى او زميل ليا او عادل مامور قام بهذه العمل البطولي فده نتيجه عمل جماعي لفريق نادي الزمالك. كنا طلعت الكره ببطني او باي شيء من جسمي المهم المهم ان هي طلعت لان فعلا لو كانت اي جون حصل ودخل فينا كانت ممكن نتيجه المباراه تتغير. طبعا. فالحمد لله بنحمد ربنا اللي احنا رجعنا بالكاس ونهدي للناس اللي هي فعلا استقبلتنا استقبال ما كناش احنا متوقعينه. برضو ايمن كان من نجوم المباراه الحقيقه. الحمد لله يعني ربنا وفقنا وقدرنا. بص للكاميرا احسن.
الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا ناخد كاس افريقيا. وده طبعا انا لسه سامع كان الكابتن صلاح بيتكلم على الطريقه اللي اجتمع بيها اللعيبه يعني، وقدرنا ان احنا نشجع بعضينا علشان ان احنا ما توصلناش اي لحظه يأس في اي لحظه في المباراه، لان كان في ظروف غير طبيعيه ضدنا، الجمهور والحر الشديد والرطوبه العاليه، الحاجات دي كلها كان ممكن تاثر علينا. لكن تصميم اللاعبين على ان احنا لازم نرجع بحاجه، قدر ربنا الحمد لله يوفقنا ونرجع بكاس افريقيا وفايزين في الماتش النهائي علشان نفرح كل جمهور مصر الحمد لله. كابتن فاروق احمر دلوقتي بيتقدم عشان يستلم كاس الانديه ابطال الدوري العام الافريقي، وفعلا الكابتن فاروق احمر بيستلم اهو، هذا هو الكاس وبيرفعه الكابتن فاروق احمر فوق وبيلوح بيه وبيلوح بيه لجميع جمهور مصر الموجود في الملعب، والجاليه المصريه كلها بتلوح له بالاعلام الزملكاويه واعلام مصر. وفاروق جعفر رفع كاس بطل افريقيا في الدوري العام. مالك يا حبيب طول عمرك مشهور بشجاعه ابطالك، ده العالم كله بيشهد لك والنصر مع الكاس.